دلوقتي معانا عبر تطبيق زوم الدكتورة إيرين سامي فهيم، أستاذة مساعد بقسم الهندسة الصناعية والخدمات والإدارة بجامعة النيل. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يعني ألف مبروك الأول على الجايزة، وقبل ما ندخل في التفاصيل، زي ما حضرتك عارفة أن النهاردة اليوم العالمي للمرأة، عاوزين نعرف إيه الرسالة اللي تحبي توجهيها لكل سيدات العالم بشكل عام والعاملات في مجال البحث العلمي تحديداً. طبعا ميرسي جدا على الاستضافه. انا يعني بقول لكل السيدات اللي بيشتغلوا في مجال البحث العلمي ان هم هيلاقوا دعم وتشجيع من جميع المؤسسات التعليميه في الدوله، وبالذات ان هم اللي عليهم العامل الكبير ان هم يلهموا جيل كامل بعد كده جاي وراهم. وطبعا اكيد لازم ناكد على تعزيز تمثيل دور المراه، لان كل الجوائز اللي احنا بناخدها دي فعلا بتساعدنا وبتبقى ليها حافز. دور تاثير فعال جدا. هو اتفضلي يا دكتور احنا سامعين. معاكي يا دكتور. هو الزوم تقريبا بيكونكت تاني. احنا سامعين سامعين صوتك. حضرتك صوتك. اتفضلي. تمام. فبقول ان طبعا يعني انا احب اقول ان الجوائز اللي احنا بناخدها دي بتوفر وبتكافئ فرص في مجال يعني البحث العلمي لمعظم الناس. يعني الجوائز دي عامة زي ما حضرتك قلتي هي بتلهم جيل تاني ان هو لما يشوفك يعني بتاخدي في الجوائز دي قادر ان هو كمان يحقق ده. حابة بقى حضرتك تكلمينا عن الجائزة دي بالذات، جائزة لوريال يونسكو للمرأة في العلوم المواهب الشابة، ازاي شاركتي في الجائزة دي؟ يمكن قالت الدكتور كمان يعني فكرة مش المشاركة في الجائزة، في رسالة هامة قوي انا وقفت عندها، فكرة ان دايما الجوائز بتكون حافز لأي شخص بيشتغل في مجال، بقى مش هاخدها هنا مجال بحث علمي بس، لأن دكتور يعني قالت رين قالت إن هي خاصة بمجال البحث العلمي، لكن الدكتورة قالت إن هي حافز ليهم عشان يقدروا يشتغلوا ويكملوا. انت عارفة الجائزة اللي بتطبطب عليكي تقول لك كملي انت ماشية في التراك الصح. طبعا عشان كده احنا حابين الدكتور تحكي لنا عن جائزة لوريال يونسكو يا دكتور، يعني شاركتي فيها ازاي؟ هو الحقيقه يعني قدمت فيها كذا سنه، فده يعني كان اصرار ان انا عايزه اخد الجائزه دي لاني كنت يعني مؤمنه بالشغل اللي انا بعمله. انا بشتغل عامه في مجال الويست مانجمنت او تسمين النفايات، فكنا يعني من ضمن النفايات اللي كنا عاملين عليها دراسه جدوى هي قصب السكر، فلقينا ان الانتاج بتاع قصب السكر تقريبا في السنه 17 يعني مليون طن، في حوالي 3000 طن بيبقوا مخلفات ما بنقدرش نستعملهم، في جزء منهم بنستعمله في صناعه الورق، بس بما ان صناعه الورق دلوقتي بتقابل يعني زي ديكلاين او تقليل، لان كل الناس دلوقتي بتتجه للتكنولوجي واستخدام اللابتوبس او كده، فكميه الورق المستهلكه قليله، ففكرت ان انا استعمل ابلكيشن ثانيه لمخلفات قصب السكر. فمن ضمن الحاجات اللي بتتعمل بيها في العالم يعني بيستخدموا قصب السكر في عمل الاطباق البديله للاطباق الفوم، بس التكنولوجيا دي لما درستها لقيت ان هي فيها استهلاك كبير قوي للطاقه والميه، يعني الجديد في البحث بتاعي ان انا قللت جزء من استخدام الطاقه والميه وتصنيع ادوات المائده البديله للفوم من مخلفات قصب السكر اللي هي قابله للحل. نعم هايل، يعني هو مش فكره بحث علمي قلل كمان، لا هو بحث علمي صديق للبيئه، واحنا رايحين لاتجاه الاقتصاد الاخضر تحديدا. بس عاوزين نعرف من حضرتك بقى لو تشرحي لنا اهميه الجائزه دي على المستوى العلمي والبحثي، لان حضرتك قلتي ان يعني كان في اصرار وقدمتي عليها اكتر من مره، وايه الرساله اللي كنت عاوزه توصليها من خلال البحث العلمي الخاص بحضرتك بخلاف يعني توفير سواء كانت الطاقه او المياه؟ هي الفكره ان الجائزه دي يعني بتاكد على ان في اوقات بيحصل لها ان هي بتبطل شغل او لاسباب مثلا ليها علاقه بان ما فيش تمويل، او باسباب ليها علاقه بالاسره او يعني الارتباطات العائليه. فلوريال يونسكو بتاكد قوي على الجزء ده ان هي بتحاول تدعم السيدات في المرحله هي ما بعد الدكتوراه او في مراحل الماجستير للسن يعني الشابات اللي هم في مقتبل بدايه البحث العلمي. فطبعا يعني انا فخوره ان انا خدت الجائزه بصرف النظر عن ان انا هتساعدني ان انا اكمل البحث واخش ابحاث ثانيه، لكن يعني انا مبسوطه ان مصر دلوقتي بتبقى موجوده في المحافل الدوليه، واحنا كنا لينا تواجد في الجائزه دي لان هي كانت على مستوى جميع البلاد العربيه في الميدل ايست. يعني
نعم. لا وفكرة عندنا باحثين كمان بيغيروا في يعني المعتقدات اللي وصل ليها الآخرون أو الآخرين. بالظبط، يعني كأننا لينا دور وبنشارك في حركة العلم عامة الموجودة في العالم. وبما إن مصر طبعا هتستضيف قمة المناخ اللي هو COP27، فده بيخلينا يبقى لينا دور ويبقى لينا يعني فايدة، بما إن مصر وكذا دولة ابتدت تمنع استهلاك البلاستيك الصناعي. فكده احنا بنقدم حل وفي نفس الوقت نقدر نوصل لجميع البلاد القريبة مننا لما يبقى عندنا التكنولوجيا دي موجودة. الحقيقه حل مهم جدا ومبدع يا دكتور، وحابين انا عندي هنا شايفه ان حضرتك يعني شغاله على يمكن مشاريع كتيره جدا بحثيه، منها الخلايا الشمسيه العضويه وحاجات تانية كتير، لكن حابه اعرف منك للاسف لضيق الوقت ابرز المشروعات البحثيه اللي حضرتك شغاله عليها. يعني هو المعمل عندنا شغال على كذا بحث ليه علاقه بتحويل المخلفات لبلاستيك طبيعي. البلاستيك الطبيعي ده بيفرق عن البلاستيك الصناعي بان هو بيتحلل في خلال 80 يوم لو اتحط في التربه، وبيستخدم كسماد او كماده عضويه تنفع. فدي اكتر، يعني احنا بناخد مثلا القشور بتاعت الفاكهه والقشور بتاعت الخضار، بننتج منهم مواد عازله، بننتج من بواقي اللي هو حطب القطن، بننتج منه بديل للخشب. فهي الفكره الكبيره اللي احنا بنشتغل عليها في المعمل هي تسمين النفايات. نعم. دكتورة إيرين، يعني بنشكرك على كل حاجة وكل المجهودات اللي بتقومي بيها، وشكرا ليكي على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر عبر الهاتف. الدكتورة إيرين سامي فهيم، أستاذ مساعد قسم الهندسة الصناعية والخدمات والإدارة بجامعة النيل، اللي كانت منورانا عبر الزوم.